على مستوى ولايه قسنطينه حصينا 73,082 مترشح موزعين على 64 مركز، منهم واحد للاحرار، واحد في مؤسسه اعاده التربيه. طبعا كل الترتيبات الماديه والبشريه والصحيه تم اتخاذها على مستوى المراكز لضمان اجواء السكينه والطمانينه والهدوء والصحه في المراكز، ولجعل التلاميذ مرتاحين وكذا زملائنا المؤطرين واولياء التلاميذ. كي الناس راجعت مليح، حضرت العام كامل، حليت التمارين، شفت الاسئله كيفاه، تعرفت يعني كيفاه، شفت لي بيام اللي ما قبل، ما ان شاء الله يجينا ساهل وراقبه نجح ان شاء الله جميع مترشحين.